قائل الاعزاء، السلام عليكم. اغرب قصه غادي نسمعوها اليوم على لسان واحد المغربي مع واحد الكرغولي. ما غندخلش معكم في التفاصيل، غادي نخليكم نتوما اللي غادي تفرجوا وتضحكوا شويه مزيان على هذه الكرغله صراحه، اللي ولاو ضحكه العالم كامل ولا كيضحك اليوم. يلا يعني نشوفوا الحلقه ونتلاقاو في النهايه. السلام عليكم خويا لقمان، كيفاش كندير مع الكرغله في الجامع؟ انا نعاود لك واحد اللعبه الله طرات ليا. كنا في واحد الرينيون في الجامع، وجا عندي واحد الكرغولي، واحد الجزائري. السلام عليكم. السلام، حافظك يا شيخ، راني نحب نسقسيك. قلت ليه لاباس بعدا قلتي يا شيخ، ما قلتيش يا الخو. قلت ليه واه، شنو هو السؤال ديالك؟ قال لي راه عندي واحد الكلب صغير، وراني كنحب نشري ليه لي كروكيت، وراه يحب دي مورسو دو بولي. ها ايوا، في المشكل قال لك راه في واحد المكازان ما يبيعهم، ماشي حلال، ما اللحم اللي كنعطي للكلب ماشي حلال. وانا حساب ليا طنز عليا، انا ديتها على الطنز. قلت ليه هاد المزواد الجرو عندك مسلم؟ قال لي ورانا نحب نتمناه يبقى مسلم. قلت ليه واخا، قلت ليه ولكن باش انه يكون مسلم راه خصك تخت ليه، خصك تطهر ليه. قال لي واه. قلت ليه انت مسلم كي كنتي صغير راه طهروك وختنوك باش يطفروا فيك الشروط ديال الاسلام. قال لي اوكي سي بون نشوف. قال لي راه ربي يجازيك بخير. مشى. انا حساب ليا زعما طنز، انا قلت هذا جاي يتلقى عليا، انا نتلقى عليك. ليه طهر ليه. وعيت لي المسؤول ديال الجامع. السلام عليكم سي محمد، كي داير؟ وعليكم السلام. قال لي اش واش سولك شي واحد على شي جرو؟ ما شي جرو ما قلتليش مجرو. قال لك راه قلتي ليه يمشي يختن ما تيمشي يختن. قلت ليه هي راه جا عندي واحد تلقى عليا. وقال لك اش ما تلقى عليك؟ قال لك راه عيط ليا، قال لي مشى عند سبعه ديال الفيترين بغا يختن الجرو. قال لك بغا يختن ليه وما بغاوش ليه. قال لك عافاك واش كتعرف شي فيترين مسلم اللي يقضي لنا الغرض؟ راني حاير. وكتقول لي يا بغيت ندير مع الكراغله، واش هذا بعقلو هذاك؟ قلت ليه صافي لا طهرنا الجرو، السيمانه الجايه ديال ليه اسبوع نشوف بعدا واش يبنو زينه ولا ماشي يبنو زينه، ولا مزوجين عن علاقه شرعيه، وخصنا نحضروا للفاتحه ديال الكلب حتى هي. اخويا الله يهديك، اش من كراغله واش من رفيع عنهم القلب. شي واحد اللي كيسولك على الكروكيت كيقلب على الكروكيت حلال لك البوش، اش هذا المستوى؟ اش هذا العبد؟ تبارك الله عليك. الله الا رفع عليهم القلب. صراحه الكرغله خلقوا ليضحكوننا. دابا غادي نشوفوا واحد الفيديو، ربما كاين اللي شايفو وكاين اللي ما شايفوش. الخريطه نتاع المملكه المغربيه راه من شحال هادي وهما دايرين عليها واحد الحمله في الجزائر. نوضوا سيدي كيقلبوا على الخريطه كاينه في داك المجسم نتاع الكره الارضيه، واللي لقاه عنده كيعطيوه مبروس. اجيو نشوفوا الفيديو. هنا الجزائر، شوف كما نحوا عامل الجزائر شويه، شوف هنا الخريطه تاع لا بحال مليح هذه. شوف الخريطه يعني شكون هاك فوتوكوب؟ لا مش فوتوكوب، الساحه الغربيه ما كاينش طبعا. المساحة ديال قدش؟ هذه هاي خريطة معتمدة من عند الأمم المتحدة. أصلا الغبي راني معاك. هي هذه هم ناحينا هما. شوف هذيك الصح. لا أنا باكا نفس الشيء نفس الشيء. شنو درناها؟ هذه معتمدة من عند الأمم المتحدة، أدخل السيت نتاع الأمم المتحدة قول لهم خريطة. ها الناب الناب أوف ذا وورد نعرفوها لك شنو هي. هذه لقيتوها أنا. في ثلاثة هذو، في ثلاثة. ها شوف خويا ها شايف؟ كان شا سيدي ها نهضر معاك اللي كذب عنه ها ويشوف عينه ها. هذه متلفه، هذو ثلاثه غير مطابقين. انه قد يدير فيديو جماعة، هذه امور تعليميه تاع الاولاد. 48 سمعت عواسي، هذه امور تعليميه تاع الاولاد. احنا بالنسبه لنا هذه الامور ثابته ومعترف وعندها اجماع عالمي. هذه بالنسبه للخريطه تاع الكره الارضيه، المصدر تاعها هو الهيئة تاع الأمم المتحدة. دوكا بما أن هذه الخريطة، هذه الخريطة شوف ما من الخدمة تاعها مدغولة. شوف 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 مدغولة ها، شوف مخدومة. دوكا حنا نجيو نفيريفيو مثلا تاع دول العالم، نعطيهم مثال. هنا الخريطة هنا غير في إفريقيا غير محترمة، غير محترمة للمعايير. هذه الخريطة هذه شوف تاع الأمم المتحدة، الخطأ في هذه الزاوية بين الحدود الجزائرية، ولا دوكا مثلا نعطيك مثال منطقة الساحل الغربية غير موجودة نهائيا الخريطة، تعتبر يديروها في كل دولة واحدة، وهذا خطأ. الخطأ كيف عرفناه باللي خطأ؟ هذه الخريطة تاع الأمم المتحدة المعتمدة، واش تقول؟ تقول باللي كاين حد فاصل بين المغرب والساحل الغربية، وسميوها وسترن سارة، يعني معناها الصحراء الغربية. هكا
لا عنده من هيك بيلي شفته ها مبتورك فحينا تيمي ها شوفلوه هنا استحملوا شوف هذيك الأصلية شوف أصلية شوف الخلطة هنا شوف هنا شوف هنا تحرف البياج وصحة لا ما فهمتنيش أنا طيب زيد عادي الخطأ عادي الخطأ شوف شوف هنا ها هي صحرا قلبي على بالي اسمها ذموها لعندهم ذموها لعندهم علاه فسك علاه بغير وجه حق مانيش احنا ما نعلموش الغالب هذه الخريطة هذه غير مطابقة هذه مش مطابقة هاي وراك شوف احنا هذه الخريطة مش تاع الجزائر اللي درتها اكيد والله حطينا احنا هذه الخريطة معتمدة من طرف الأمم المتحدة كيف كيف هذه مش محترمة الخريطة المعتمدة من طرف الأمم المتحدة اش كاينه الخريطة هذه ما خدمتهاش الجزائر هذا العالم كله اتفق عليها ودار الخريطة هذا النموذج غير مطابق هذه الخريطة تاع الأمم المتحدة المعتمدة في المونتونتي سم جميع دول العالم كلها مخدمين بها مشوا بنفس الخريطة هذا المجسم اللي عندك هنا غير مطابق غير مطابق المهم عندك ثلاثة ثلاثة مجسمات هم هنايا ها المهم هذو راه نسحبوهم لك نسحبوهم هذو راه نسحبوهم يا طبيب معليش داكور أنا العون تجارة سليم سكاك رئيس فرقة التفتيش بالمفتشية الإقليمية للتجارة القليلة مديرية التجارة الولاية باتنا قمنا اليوم صبيحة اليوم رفقة وسائل الإعلام المعتمدة محليا بخرجات ميدانية شملت مجموعة من المحلات النشطة في المجال التجاري والمجال الخدمات حيث وقفنا على عدة تجاوزات ومن بينها وحجز لمجسم كرة أرضية غير مطابق للمواصفات العالمية حيث أن هناك تغيير في الخارطة السياسية لهذه المجسمات وعليه قمنا بسحبها فورا مع إبلاغ جميع المتعاملين نشط في هذا الميدان إبلاغهم على عدم جلبها إلى محلاتهم أو شرائها من مصادر المختلفة. أصدقائي الأعزاء كان هذا هو الفيديو ديال اليوم كنتمنى باش يكون عجبكم شكرا لكم بزاف سمحوا لنا نطول عليكم بالنسبة للناس اللي باقا ما اشتركوش معنا مرحبا بكم أصدقائي الأعزاء اشتركوا وفعلوا الجرس باش توصلوا بالجديد اللي كنحطوا دائما في هذه القناة المتواضعة غادي نخليكم حتى الفيديو آخر إن شاء الله ديما مغرب والصحراء مغربية السلام عليكم.